Everyday Heroes. نادلة مثيرة تتبرع بكليتها. نادلة في مطعم هوترز في فيرجينيا تتبرع بكليتها كهدية لأحد الزبائن الدائمين في المطعم تعبيرا منها عن حبها له، حيث قام المطعم بتقديم عرض لدون توماس لا يستطيع أن يرفضه أبدا، حيث كانت تعمل ماريانا فيلاريال لفترة قصيرة في سلسلة المطاعم عندما علمت بأن دون توماس فقد كليتيه الاثنتين بسبب السرطان. ولأنها فقدت جدتها بسبب الفشل الكلوي، قدمت فيلاريال تبرعها بالكلية من صميم قلبها، فخضعت لكشف صحي للتأكد من مطابقة مواصفات كليتها مع رجل بالكاد تعرفه يا سادة، والنتيجة كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة، وقامت بالتبرع على أمل أن يقوم آخرين بالتبرع بأعضائهم للناس الذين هم بحاجة إليها. ونحن في توم نيوز يا سيدتي نرفع لك القبعة احتراما يا ماريانا.